متتبعي قناة سان فاسباريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص اللي غنناقشوا فيه الاستمرار تاع حكومة السي أخلوش في تقديم الدعم للمهني النقل الطرقي. واش هذه الخطة فاعلة؟ واش هذه الخطة يعني استجابت للمهني النقل الطرقي؟ خاصة أن مجموعة من مهني النقل الطرقي تيقولوا لا، خاص ماشي نوقفوا هذا الدعم، ولكن خاص التفكير في خطة بديلة ولما لا الغازوال المهني. في هذه الحلقة أيضا سنناقش موضوع تاع استفادة المهني النقل الطرقي من التغطية الصحة. واش هذا البرنامج استفدوا منه جميع مهني النقل الطرقي، سيما ان بعض منهم تيقولوا واخا قدمنا الملفات واخا قدمنا داكشي اللي علينا لحد الساعه باقي ما استفدناش من التغطيه الصحيه. من اجل مناقشه القضيه نستضيف في هذه الحلقه السي عبد الحق العبوقي، عضو المكتب الوطني للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل. السي عبد الحق مرحبا بك. شكرا لك السي بوستا، ومن خلالكم نشكروا الاخوان ديال انفاس بريس على المجهودات اللي كيقوموا بهم بصراحه للتنوير المهني. سي عبد الحق، منذ يعني شهور الحكومه تتقدم دفعات للمهني النقل الطرقي، ولكن المهني النقل الطرقي دائما تيشتكي تقول بان الدفعات غير كافيه، بان المشكل تاع ارتفاع اسعار المعروقات جاء على الجيوب ديالنا. بالنسبه لك احنا ما نناقشوش واش توصلوا المهنيين ولا ما توصلوش، لان نسبه كبيره من المهنيين تقول بان توصلوا بهذه الدفعات. بالنسبه لك واش هذه الخطه تاع الحكومه يعني فاعله في هذه القضيه حاليا؟ هي خطة بالنسبة لنا احنا نسميها يعني حلول ترقيعية، لأن يعني المفروض يكون واحد الغازوال المهني مثل بزاف ديال المؤسسات اللي عندهم هذا الغازوال المهني، اللي ما لا يكون عند مهنيين، وكاين مقترحات في هذا الباب بالنسبة لنا حنايا. بالنسبة للدفعات كما شرتي أستاذ بوستا، الأولى والثانية والثالثة والرابعة، كل الإخوان جلهم توصل الا بعض الاختلالات اللي كاينه بسيطه وما كتاثرش، لان الاغلبيه كلشي الناس استافدوا. بالاضافه لواحد النقطه اللي مهمه، هو الان اللي كتمشي للمحطه ديال البنزين وخصوصا الناس المهنيين اللي كتشتغل بالبنزين، يعني بحال كتشد الخلعه من اللي كتكون داخل. واليوم في عوض ما دير مثلا 150 درهم وليتي كدير 350 400 درهم، كتبقى تشوف عينك في العداد اللي كيدور واش غيحبس ولا لا. يعني هذا مشكل كبير. هذه القضيه تاع الاقتراح اللي قلتي تاع الغازوال المهني، البعض يقول انه من الصعب يعني يدار على المستوى المهني النقل الطرقي وتعطيهم مبررات ديالهم. انت اشني يعني الا بغينا نحققوا هذا الغازوال المهني، اشني الخطوات اللي خصنا نمشيو لها بالنسبه لك؟ هو اي مساله، اي مشروع اللي كتبغي تحطوا اول مره كيكون فيه نقاش وكيكون فيه الناس كتعكزك. خير دليل ان الوقت اللي جا في 2003 الدعم المهني، ديك الاستمارات اللي عطاونا ما عمرناهمش، وما هذا يعني عجز الناس ديال نعطيو الطرح ديالنا وننتظروا الحكومه والدوله والوزارات الوسيطه. والطرح الطرح مقدم يعني من طرف بعض النقابات. الطرح مثلا حنا كنقولوا يكون واحد الغازوال مهني. لما لا يكون غازوال مهني؟ علاش؟ لان المهنيين اللي كيديروا الغازوال يعني كيقدموا به واحد الخدمه، ماشي لا كيفاش غننفذوا هذا القرار مثلا؟ الحكومه بغات تنفذوا، يعني كيفاش خطوات باش ننزلوا هذا القرار الارض الواقع؟ سهل، مقترح مثلا كاين ديال البطائق البيومتريه، لما لا يدار واحد البطائق البيومتريه الان ولا عندنا واحد الرقم تسلسلي ديال البطاقه المهنيه بالاضافه للرقم ديال يعني لكارت ناسيونال. هادو جوجهم ولا ثلاثه الارقام اللي ما يضيفوا كاع الرقم ديال رخصه الثقه، ويكون واحد القدر ديال البنزين اللي غيتعطى لكل واحد. يعني بحال دابا مثلا انا الا فت 24 ساعه ولا فت 20 لتر يقول لي السيستم ما ياخذش. ما تستافدش ما تستافدش. راه ساهله، لا بغينا نديروا شي حاجه غنكون عندنا واحد يعني واحد النيه ان راه بغينا نصلحوا كلنا، لا الحكومة ولا المهنيين. بالإضافة للبنزين، حنا مثلا كتبان ما صحيحاش وغير منطقية، ما يمكنش أنا مثلا داخل باش ندير البنزين في طاكسي ولا في أي آلة اللي كتقدم خدمة، وكيوقف حدايا مثلا مدير ديال شركة وكنديرو نفس الثمن، ولا مدير ديال البنكة ولا رئيس الجامعة، بغض النظر على الناس اللي كتاخذ الغازوال فابور، انا كنهضروا على الناس اللي كتخلص. ما عندهاش حتى المنطق، ما عندهاش، لان كيدير مثلا واحد السيد كيدير المارشي بضائع كيهز الخضره،
ما خصوش يدير منطقيا ما خصوش يدير بحالو بحال بحالو بحال حيت هذاك ولا واحد باغي يدير مثلا بغى يسافر وليداته خصو يدير دازو لان غيسافر هذاك متعه من اجل المتعه من اجل ما واحد كيقدم خدمه ويوميا كيدير المفروض تكون هذه المساله هذه والوزاره اللي بغات ديرها لي راه ساهله راه اي حاجه كتجيها ساهله عاد دابا ديال المهنه ديال المهنيين الدعم انا ما كنجم حتى يقيم باش غيتعطاو واش بصح ولا لا حتى خدنا يعني هذاك المبلغ بالنسبه لك انت يعني هذه الخطه تاع الاستمرار تاع الدعم في غياب القضيه تاع الغازوال المهني واش خصها تستمر بهذه الحاله ولا خص بهذه الطريقه ولا خص يتم التفكير في طريقه اخرى تستمر بهذه الطريقه مادام هي ناجحه بواحد 60 حتى 70% تستمر بهذه المساله هذه ويفكروا في حلول اخرى ناجعه في حلول اللي غادي توصلنا ما يمكنش حنا في 2022 وباقي كنهضروا على شي حاجه اللي هي كاين دابا قرارات ودعموا بزاف ديال الحوايج اللي كتغير بزاف ديال الملامح كاين بزاف ديال القوانين اللي غتجي للطاكسي غتغير الملامح ديال الطاكسي اذا هذه فرصه ان لما لا نفكروا مثلا كهيئات ممثله للقطاع الصغير نفكروا واحد القانون منظم للمهنه مثلا حنا كنا نكونوا مشاركين في نتوما كصحافه مشكورين كذلك مجالس المدينه الولايه المهنيين كل شيء المجتمع المدني ونخرجوا الحيز الوجود قبل ما نخرجوا الحيز الضنك طبعا غنعطيوه للمجلس المستشارين نقبط البرلمان ولما لا يكون قانون كينظم الطاكسي مثلا من طنجه للقويره ما يمكنش تقول لي انا مثلا انا غادي لطنطان ورجع خاوي هذا العبث مغرب واحد يعني هذا اسمح لي ما نقبولهاش ما نقبولهاش حتى منطقيا ما نقبولهاش انا غنمشي مثلا لاكادير خصني نرجع عامر باش حتى داك القوه الشرائيه ما تكونش على الكاحل ديال الكاحل ديال اللي غادي الزبون خصنا نفكروا حتى الزبون ماشي نفكروا غير الان دابا كاين نقاش كبير ديال القطاع ديال السيارة خصوصا قطاع سيارة الأجرة من بعد غنناقشوهم اللي غتجي الفرصة خاص الناس تفكر في قانون منظم المهنة مابقاش كل واحد يفكر بديك التفكير الضيق باش نوصلوا لقانون منظم المهنة نرجعوا للنقاش ديالنا قلتي بأن الشيفور تيدخل المحطة تاع التزود بالوقود يعني ستاسيون تاع المازوت وليسانس تتشدوا الخلعة الا بغينا نقولوا شحال يعني الانعكاسات يعني شحال تأثر هذا الجيب تاع الشيفور اللي عادي واحد كان تيدخل 60 حتى 70% يعني شحال كان تيدخل قبل وشحال دابا ما كاينش واحد الثمن محدد الاستاذ بوسته ما كاينش ثمن محدد ولكن بين مثلا 200 درهم حتى 150 درهم في النهار ولا في النهار في 24 ساعه في 24 ساعه كان قبل مثلا كيدير هذا السيد اللي قلنا هذا شحال كان تيدير تاع المازوط كان كيدير المازوط 160 درهم 170 درهم الان ولا كيدير 400 درهم 24 ساعه بالنسبه للطاكسي تاع الدار البيضاء شحال تيستهلك تاع المازوط حاليا حاليا تقريبا واحد بين 350 حتى 300 في اليوم كنخلص 200 كنخلص 160 170 درهم هذا العدد 100 درهم بحال كيدوبل وكتزاد واحد النغزه اخرى الغازول البنزين كيدي واحد الطرف حاول يتعالج الى تعالج هذا الامر وهذا البنزين كيأثر على بزاف ديال الحوايج راه ماشي على النقل ديال يعني ديال المسافرين كيأثر على الناس اللي غينقلوا الخضره كيأثر على الناس وعندو انعكاسات اخرى انعكاسات كثيره كيأثر على كل شيء نمشيو لمحور اخر والمحور تاع التغطيه الصحيه كاين شي مهنيين تاع النقل تيقولوا كاين شي تعثر على مستوى التغطيه الصحيه ما يستافدوش منها رغم انهم ادوا الدفعات ويعني الدوسي ديالهم مزيان انتم واش في النقابه ديالكم واش عندكم هذه المشكله هذا الاشكال هذا كاين ناس اللي ما كديرش المتابعه فالمفروض من شهر ثلاثة الان الناس عليهم هذه الديون خصو يخلصوا خصوصا الناس اللي محصيين في البطاقه المهنيه كاين توصيل معلومه منعدم كاين ما كاينش تواصل بين يعني الناس اللي تفهم في هذه الامور والناس اللي بغات تلقى ما كاينش هذاك المتلقي ما كيهضرش معاه كاع يقدر يسولك شكون هو المتلقي المتلقي مثلا هو السائق المهني حنا كنسميوه متلقي لانه هو دائما ينتظر اللي كتسولك يقول لك اش درتو فين وصلتو ماشي يقول لك اش درنا فين غنوصلو هنا كيبين لك ان الناس انت ديال اللي بغيت كل ابعاد
لا خصنا نشرقوا راسنا، وخصوصا الان دابا راه ولاو في قطاع ديال سياره الاجر الحمد لله، الناس انجازات ولا خاص ينخرطوا. ودابا الاغلبيه انا كنركب في الطاكسي صغير كثير، كناخذ طاكسي كثير، كنجبد معاهم الموضوع. الاخ كريم واش داير الضمان الاجتماعي؟ ولا ما ديروش، انا كنعدي. واش كتعدي؟ الاخ شنو مستوى الطريق؟ كيقول لها اجازه. ودير الطريق. كتعدي. الطريق. شحال دابا تقريبا كيوي دابا شي 9 سنين 8 سنين 9 سنين وتيعدي 9 سنين وكت المفروض هذاك الشخص المفروض يدخل يدخل يجي ويشارك ويعطي اراء ديالو، يعطي اراء احسن منا. ولاش كتخلي راسك بعيد وكتقول فين وصلتوا؟ اش درتوا؟ ما درتش درتوا لي نجب. لا جبنا ونمشيو جميع، لان هذا الامر كيهمنا كون، ماشي كيهمني انا. غادي انا غادي نقول لهم فوالا هذه المساله راه بغيتها، راه حنا بغيناها، حنا كنا مجموعه ديال الناس. شكرا سي عبد الحق جزيلا على شكرا الدعوه، متتبعي قناه انفاس بريس، الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.